في حلقة سابقة من برنامج يا هلا كان ضيفي فيها الأستاذ كاتب الرأي الأستاذ محمد الحيدب، وكنا نتحاور معه حول مقاله تناقضات، تحدث فيها عن أن نسبة 80% تقريبا من الأطباء السعوديين لديهم عمل بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. هذا التصريح أثار كثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير من الأطباء حقيقة طالبوا بأن يعني تفتح حلقة أخرى يعلق فيها الأطباء على كلام الأستاذ محمد الحيدب. وإحنا مثل ما عودنا دائما وأبدا في برنامج يا هلا أنه دائما نحن نقف في المنتصف وعلى مسافة واحدة من الجميع، وهذه الطاولة وهذا المنبر وجد ليكون مساحة لكل الآراء ولكل وجهات النظر. ولذلك اليوم معنا اثنين من الأطباء، الدكتور سعود الجهني وهو استشاري الطب وجراحة العيون، وعبر الهاتف سيكون الأستاذ فارس الحربي استشاري جراحة المسالك، وتكرم علينا أيضا الأستاذ كاتب الرأي محمد الأحيدي بقبول دعوة البرنامج لفتح هذا الحوار مرة أخرى. قبل ما نشوف جزء من الحلقة، بس في نقطة أبغى أوضحها، أنه الحلقة اللي فاتت ما كان الحديث فيها عن الأطباء تحديدا، لأن يعني وصلنا بعض العتب أنه وين كان صوت الأطباء في الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت كان يناقش مقال الأستاذ محمد الحيدب المنشور في صحيفة عكاظ تحت عنوان تناقضات، وتطرقنا إلى نقاش مجموعة من الأجزاء داخل المقال من ضمنها السعودة والبطالة والقطاع الخاص، وكان من ضمنها جزئية الأطباء لكنها أخذت الحظ الأوسع من الانتشار. هذا فقط توضيح. خلونا نشوف مقتطف من كلام الأستاذ محمد الحيدب اللي أثار الجدل حول الأطباء، ونرجع نفتح حوارنا مع ضيفية في الاستديو. لأن الغالبية العظمى من الأطباء الحكوميين نتكلم، غير حتى أساتذة الجامعات اللي لهم مظلة صغيرة قانونية ويخالفونها برضه، لكن نتكلم عن أطباء الحكوميين في المستشفيات الأخرى في القطاعات الأخرى، تعرف وزارة الصحة، القطاعات العسكرية، القطاع الأمنية، كل المستشفيات القطاعات، يخرج من المستشفى الحكومي نهارا جهارا ويروح المستشفيات خاصة فيها عيادات غير شرعية. كارثة. ليش؟ لأنه أولا هو تواجده في المستشفى الخاص غير قانوني، فبالتالي أي عمل يقوم به ما يترتب عليه من أخطاء ما يقدر يحاسبون عليها الطبيب ذا، لأنه يعني ما آسف ترى نتكلم بالإنجليزي بس عشان يكون دقيق، he does not exist في المستشفى، يعني هو لا يوجد في هذا المستشفى نظاما، فبالتالي لا يمكن محاسبة. نتحدث عن نسبة كم مثلا ولو تقريبيا من الأطباء أنا عايش في جو الصحي، أنا أقول لك وبكل ثقة لا تقل عن 80%. 80% نسبة كبيرة جدا. وشوف واللي شجعهم حنا الإعلام. وبعدين نقطة يا أستاذ مفرح، الطبيب المتدرب اللي المفروض هالاستشاري هذا يدربه، والطالب في كليات الطب اللي المفروض هالطبيب هذا يمشي معه وعلمه، والطبيب المقيم، ترى لما نقول مقيم ما ناس ما يفهمون عينه يفكرون المقيم يعني غير سعودي، طبيب المقيم يعني ريزيدنت يعني تحت التدريب، كل هذولي ما عندهم أحد يوجههم. في الأخير وش يصير؟ المريض قاعد يصارخ وكذا، في الطبيب المقيم هذا اللي هو يعتبر تحت التدريب يسوي له العملية ويصير الخطأ الطبي. والله كل الجانب الصحي في المملكة لم يعطى حقه من المكافحة الفساد. أقولها لك شوف. دكتور سعود الجهني أرحب فيك معنا في هلا، شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. 80% تقريبا بكل ثقة يقول الأستاذ محمد أنهم يخرجون من عملهم الرسمي جهارا نهارا إلى عمل غير نظامي وغير مشروع، أنت واحد من هؤلاء الأطباء الحكوميين، تعليقك. نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أتشرف حقيقة بهذه الدعوة وتشرف بوجودي بينكم، بينك قامة إعلامية عظيمة، وبين الأخ أيضا محمد الحيدب، الأستاذ محمد الحيدب أيضا قامة إعلامية. حقيقة نحن يعني في هذه اللحظة، أنا لم آتي هنا لنفتح باب للجدل أو للصراع أو نتناقش حول من يدافع أو من يهاجم. نحن هدفنا واحد، هدفنا واضح، هدفنا هو أن نتحدث ونسعى إلى الخدمة الطبية المتميزة لكل محتاجيها. نحن نعيش الآن في ظل دولة تحكم بالحزم وبالعزم بعد شرع الله عز وجل. نحن الآن في وقت كلنا نسعى لأن نصل مع بعضنا البعض للعالم الأول دون أي تأخر، وسوف نصل قريبا بإذن الله. حقيقة أنا دائما أقول عندما أتحدث عن الطبيب السعودي في لحظة معينة، أنا لا أدافع إنجازات الطبيب السعودي
وأداء الطبيب السعودي وأعمال الطبيب السعودي أعظم من أن يتحدث عنها في حلقة أو في برنامج حقيقة. هذا أنا عندما أتحدث عن الطبيب السعودي أنا أتحدث عن كنز اسمه الكنز الطبي الصحي السعودي، عندما أتحدث عن الطبيب السعودي أتحدث عن ثروة تسمى الثروة السعودية الوطنية الحقة. عندما نقول في لحظة من اللحظات عن بعض المخالفات يجب أن تدعم بحقائق وتدعم بنسب وأن تصدر هذه النسب من مصادرها الموثوقة. حقيقة أنا يعني أثارني موضوع كارثة. ماذا يقصد بكلمة كارثة أخي الكريم فرح؟ عندما نقول كارثة، كارثة عرفت في الكتب اللغوية هي أمر خطير أو اضطراب خطير يحدث في وقت صغير أو قصير نسبيا يتسبب في خسائر فادحة من الناحية البشرية، من الناحية المالية، من الناحية اقتصادية طبعا، نتكلم اجتماعيا، وليس لدى المجتمع أثناء حدوث هذه الكارثة القدرة على التصدي بمفرده. هل نحن وصلنا لهذه المرحلة حتى نستخدم هذا اللفظ؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، من أين أتى أستاذي الكريم الأخ محمد الحيدي؟ وأنا حقيقة يمكن قلت لكثير من الزملاء أنا لا أعرف الأخ محمد الحيدي في الفترة اللي مضت، لكن بكل أمانة اطلعت على عدد كبير من كتاباته وعلى عدد كبير من لقاءاته، وجدت فيها جوانب مضيئة، لا أقول في الكل ولكن في البعض. لا أعلم لماذا عندما يأتي هذا القلم المضيء ويتوجه إلى الصحة أو إلى الأطباء أو إلى القطاع الصحي الخاص نجد أن شمسه تغيب فجأة، نجد أن النور فجأة ينطفي. أنا لا أشكك في النوايا أبدا، نحن كسعوديين أو كمسلمين قبل أن نقول كسعوديين نحن نحسن الظن دائما، لكن حقيقة بعض الكتابات مؤشراتها لا تبين حسن الظن بالطبيب السعودي. إذن كلمة كارثة أنا أعتقد خانه اللفظ وخانه التعبير في استخدام هذه الكلمة في هذا الموضع. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن نتحدث عن 80% من الأطباء السعوديين يخرجون أثناء الدوام الرسمي وليس يعملون في القطاع الخاص بصفة غير رسمية، وشتان بين الاثنين. فرق بين أن أروح بالمساء في وقت راحتي بدل ما أروح أنام وأروح أعمل في القطاع الخاص، وبين ما أني أثناء عملي في القطاع الحكومي أترك وأذهب. أسألك بالله، إذا كان 80% منهم يذهبون أثناء الدوام الرسمي، من يدير المستشفيات؟ من يدير العيادات؟ من يدير غرف العمليات؟ من يقوم بعلاج المرضى؟ 80% يتواجدون أثناء الدوام الرسمي. لا أعتقد أبدا وأنا أقولها أن هذه النسبة تمت للواقع بصلة. تواصلت مع الزملاء في الشؤون الصحية، مع مسؤولين في الشؤون الصحية، سألتهم سؤال واضح، هل وهي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات، هل لديكم الشؤون الصحية اللي وين؟ الشؤون الصحية في عدد من المناطق وبوزارة الصحة مع مسؤولين بصفة ودية، هل لديكم نسبة تثبت مخالفة الأطباء تصل إلى 80% أثناء، شوف من شقين المخالفة شق وخروجهم أثناء الدوام هذا الشق أعظم. فأنا أتمنى حقيقة أن يتم التعقيب والتوضيح في هذا الأمر لأنه له أبعاد عظيمة جدا. نحن الآن نسعى جاهدا لمد جسور الثقة بين الطبيب وبين المريض. الطبيب مواطن والمريض مواطن، هذه اللحمة تسعى بنا إلى الوصول للهدف المنشود وتحقيق التنمية من خلال صحة الإنسان. فأنا حقيقة أنا أقولها، لا توجد هذه النسبة، والسبب لأنه لا توجد إحصائيات. نعم توجد مخالفات من بعض الأطباء، مجتمع ليس بملائكي، مثله مثل أي مجتمع، مثل المجتمع الأمني، مثل المجتمع أي مجتمع آخر توجد فيه مخالفات، لكن لا يؤخذ الكل بخطأ البعض أو القلة. واضح. نعم. جدا. نعم. شكرا لك دكتور سعود. قبل ما انتقل الكلام للأستاذ محمد، يعني هل أنت قلت أنه في بعض المخالفات؟ نعم. في نسبة تقديرية عندك؟ لا تقديرية لا أعلم، لا يمكن. شوف فرق بين المشاهدات وبين الرأي وبين حدثني من أثق به وبين سمعت وبين عايشت الوضع وبين نسبة حتى تقديرية ما عندك؟ ما عندي نسبة. طيب. تقديرية تأخذ من مصادرها الموثوقة حتى نستند عليها. نعم. جميل جدا، لكنك تصفها بالبعض، يعني أنت
نتحدث عن شيء قليل جدا. انا اعتقد موجوده، انا اعتقد انها مخالفات موجوده لان سمعنا عنها، لكن كم نسبتها لا اعلم. جميل جدا. لا طيب نعم. استاذ محمد انا ارحب فيك، شكرا لتجاوبك مع دعوه البرنامج، واعرف انه يعني اخذناك من بعض مواعيدك لكن كنت كريم في تجاوبك. سمعت ما قاله الدكتور سعود، علق على كثير من النقاط، اظنك دونت اكثرها. وكان يمكن السؤال الالمع، اذا كان 80% يعملون وقت الدوام الرسمي ويخرجون، فمن يدير المستشفيات؟ تعليقك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أتشرف بالجلوس مع قامة طبية في مجال جراحة العيون الدكتور سعود، وأشكر على المقدمة اللي ذكرها عني. بالنسبة لموضوع أنها كارثة، هذا بعلق على نقطة نقطة. خذ راحتك، تفضل. كارثة طبعا لأنك تتحدث عن مشاكل المرضى وعلاقة غياب الاستشاري عن الأطباء المتدربين. ترى دكتور بعض، إذا قلنا لبعض في الإعلام الطبيب مقيم يعني ريزيدنت، يفكر أنه مقيم يعني غير سعودي، ويعتقد أن هذه فيها عنصرية. فترك المريض للطبيب المقيم أو طبيب متدرب أو طالب طب، هذا أدى إلى أخطاء طبية كثيرة، لأن الطبيب الاستشاري مشغول بالعمل في القطاع الخاص فلا يقرأ حتى الملف، وهذا نتج عنه. إحنا الآن أمام طبيب عيون، أنا ودي أسأل بس ما ودي أستدرك، لكن بعدين يجاوبنا كم عملية أجريت في العين الخطأ، المريض داخل مرض في العين اليمنى وأجريت العملية في اليسرى، كم بتر ساق أيسر بدل أيمن، وما إلى ذلك. قس عليه عاد الأخطاء الطبية اللي تحدث عنها الإعلام من بدأنا الآن في برامجنا اللي تناقش الحوارية. شفنا اللي ماتوا أسماءهم الله يرحمهم ويعوض أهلهم الأطفال من الأخطاء الطبية. فهذه إذا ما كانت كارثة ماذا ستكون؟ أنا أرى بحكم قربي من العمل أنها نتيجة انشغال الطبيب في القطاع الخاص عن قراءة ملف طبيبة مريضها الحكومي. هذه واحدة. وتصر على لفظ كارثة. نعم. ترى أنه يصف الحال. كارثة أيضا أصر عليها لأنه التعليم الطبي انحدر، وأنا أعيش في المجال الصحي وأقابل الأطباء المقيمين وأقابل الطلاب. يا أخي ما أشوف أستاذي ولا أشوف الكونسلتنت الاستشاري، ما أقدر أوصل له، كيف أتصرف، كيف أعمل؟ هذه مي بكارثة. هبوط التعليم الطبي هذا كارثة أيضا. هم يعملون غير نظاميا، مجرد مخالفة شخص مهني لمهنة غالية جدا وعزيزة وشريفة كالطب، مجرد أنه يخالف النظام ويعمل في مستشفى خاص وهو يستلم راتب من الحكومة، غير أستاذ الجامعة اللي قلنا لهم مظلة صغيرة ويخالفون أيضا، فهذا في حد ذاته كارثة. لأنك لما تتكلم عن مخالفة يعني لا مؤاخذة موظف عادي، شخص متدني التعليم، غير لما تتكلم عن طبيب يخرج سواء كان في وقت الدوام أو خارج الدوام، هي مخالفة. ما أعتقد الدكتور يعترض على أنها مخالفة، هي مخالفة للنظام. ممنوع منعا باتا للموظف الحكومي أن يخرج ويعمل في القطاع الخاص إطلاقا، ما في شيء. بل كان فيه نجي يعني كان فيه قصدي شكوى منها. طيب نجي للنقطة، إذا كان 80% لا من يدير؟ أنا أقول لك لا أحد يدير. أنا أعمل في مستشفيات وأقول لك أنه جاء وقت يعني فعلا ما تشوف أحد في المستشفى. هذه ناحية بلاش. أنا محمد الحيادي بخلى يعني شوي رأي حاد وتشائم. أنا ما أدري يا أستاذ مفرح، أنت الخطابات اللي أرسلت لك ستعرض. أعطني فحوى الخطاب. وش هو الخطاب؟ لما يكتب أعلى جهة في وزارة الدفاع مثلا، وأعلى مسؤول في وزارة الدفاع، وأعلى مسؤول في الحرس الوطني، الوزير الصحة، يشتكي من أن المستشفيات الخاصة تشغل أطباء بكثرة لوحظة كثرة عمل الأطباء في مستشفياتنا في القطاع الخاص بطريقة غير نظامية، نرجو منع المستشفيات الخاصة من تشغيله. هذا وش يدل عليه؟ كثرة أعلى سلطة تكتب خطاب لوزير الصحة. موجود الخطابات، أنت طلعت عليها بحكم عملك في طلعت عليها، وأنت طلعت عليها رسلت لا يعني أقصد وصلتك بحكم عملك بس يعني. لأنه تعرف شوف يعني أنا يعني أحيانا أقصد وصولها لك، يعني ما أقصد أنه قرأناها. لا ونشرت منشورة
منشورة بتصريح وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيع تعاميم، لما غرفة الرياض تعمم على الأطباء على المستشفيات الخاصة، وغرفة الأحساء، وغرفة المنطقة الغربية تعمم على المستشفيات الخاصة. يا جماعة لا تشغلون الأطباء، وش معناه هذا؟ معناه ما في طبيب اثنين ثلاثة يشتغلون ولا نسبة كبيرة؟ بلاش هذه، نرجع ل 80%. وأتكلمك على أشياء المنشورة غير كذا في فمي، ما أقدر أقول لك يعني، إذا أقدر أوريك تحت الهواء، لكن تعال المنشور، خبر في جريدة الرياض. معالي الدكتور عبد الله الربيع المدير العام للشؤون الصحية بالحرس الوطني يشكو 140 طبيب لوزارة الصحة، لما كان وزير الصحة حمد المانع، كاتب خطاب رسمي ومنشور جريدة الرياض، أنه بأسماء هل 140 يشتغلون في القطاع الخاص بطريقة غير نظامية، وهذا مخالف ويجب منعهم. طيب في هذاك الوقت كم كان الأطباء في الشؤون الصحية؟ الاستشاريين ما يزيدون عن 200، قل 180 كم بيطلع؟ أكثر من 85%. هذه جهة واحدة، اللي منشور وبشفافية الدكتور عبد الله الربيع، وعلما شوف الدكتور عبد الله الربيع من الناس اللي يعني متعصبين للمهنة، لكن من الألم اللي شافه واللي يقول عليه الدكتور من يدير، لما تشوف المستشفى فاضي وإذا تبيج الطبيب من أيام البيجر، وتعرفك أقول لك أيام البيجر، البيجر لا زال معمول في المستشفى، ويرد عليك من مستشفى مفرح شقيقي وتشوف الرقم ظاهر، وش تقول يعني وش تسوي؟ هذه نقطة. نجي للنقطة أخيرة وهذه مهمة جدا. الدكتور فاضل عبد الجبار كان مدير عام الشؤون الصحية بالحرس الوطني ومدير عام مؤسسة التخصصي، هالرجل صحح لي معلومة أنا أخطأت فيها، وأخطأ فيها معالي الدكتور عليه رحمة الله الدكتور غازي قصيبي في كتابه حياة في الإدارة، كان يقول لما عمل في وزارة الصحة أني وجدت أن روح النقابة لدى الأطباء عالية جدا، فقصد يدافعون عن بعض ويتسترون على بعض ويغطون على بعض. الدكتور فهد أنا استعرتها من غازي القصيبي، وصرت أقولها في بعض المقالات أنه روح النقابة. صحح لي الدكتور فهد وأنا أعترف هنا أني أخطأت، قال يا أخي لا أنت ولا الدكتور غازي محقين، روح النقابة هي أن تدافع عن المهنة بمعاقبة الممتهن المخالف، لا أن تتستر أو تدافع عن الممتهن المخالف. أي روح نقابة تتكلمون عنها أنتم؟ لما أنا أتستر على مخالف ولا دافع عنه فأنا ما عندي روح نقابة للمهنة، أنا عندي روح نقابة للممتهن، وهذا غلط. إذا بتدافع عن مهنة الطب امنع هؤلاء من الإساءة لمهنة الطب، ولا تعطيه لا تخليهم يعطون محمد الحادث فرصة أنه يطلع ويتكلم عنهم، ولا تخلي المريض يأخذ فرصة ويقول جيت وما لقيت طبيبي. هذه نقطة مهمة جدا. الدكتور فهد عبد الجبار وش سوى لما كان في الشؤون الصحية بالحرس الوطني؟ تختم فيها عشان ناخذ بختم فيها. وظف، وهو بنفسه قال لي وهو موجود الرجال حيرزق، أنا ما استشهد موته إلا غازي قصيبي الله يرحمه، يقول وظفت ناس بأدنى مؤهلات أقل من الثانوي، وخليتهم شغلتهم يبيجون الأطباء يوميا من الساعة 9 إلى نهاية الدوام. نوضح للناس يبيجون، بس يبيجون على بيجرهم، يتصلون عليهم على البيجر يطلبونهم ويدونون من اللي ما هو موجود. قلت له ليش طيب يا دكتور يعني مؤهل؟ قال إمعانا في إهانة المخالف ودفاعا عن مهنة الطب، خلي اللي يتصل عليه واحد ما معاه الكفاءة، وينك فيها دكتور؟ ويرد عليه. إذا كانت هذه الأمور تحصل من قامات، الدكتور يعرف الدكتور فهد عبد الجبار من أوائل عمداء كلية الطب في المملكة ورجل قاد مؤسسات صحية، إذا كان هؤلاء يعانون ويشتكون ويكتبون، ووزير الدفاع يكتب، ورئيس الحرس الوطني يوم كان رئاسة يكتب يشتكي لوزير الصحة، وغرفة التجارية تكتب، يعني بقي ما بقي لمحمد الحيادي باللي الحين متجني عليهم. هذه ظاهرة وأصر على أنها كارثة قياسا بالأشياء اللي تحصل، أخطاء طبية، تدني التعليم، انشغال الأستاذ عن أو الاستشاري عن طلابه، غياب ممتهن راقي مهنة إنسانية عالية عن عمله بمخالفة جدا جدا تعتبر سيئة. طيب جميل، أنا أستأذنكم أنه نأخذ فاصل ونكمل حوارنا بعد إذنك دكتور، بعد إذنك أستاذ محمد، فاصل ونكمل معكم.
حياكم الله من جديد في أهلا. ضيوفي هنا في الاستديو الدكتور سعود الجهني استشاري الطب وجراحة العيون والأستاذ محمد الحيدب، ونتحدث عن عمل الأطباء السعوديين في القطاع الحكومي في القطاع الخاص. رحب فيكم مجددا دكتور سعود. سمعت اللي قاله الأستاذ محمد الحيدب، هو يصر على أن ما يحدث كارثة وأن النسبة 80% ويمكن أكثر بناء على الإحصاءات اللي قالها وكل الاستشهادات، وسألك كم عملية خطأ في العين اليمين واليسار وغيره. نعم، هو طبعا هو لم يستشهد بإحصائيات واستشهد بأمثلة، وهذه مشكلة حقيقة دائما لاحظها عند الأستاذ محمد الحيدب، يذكر أمثلة ويذكر عايشت الوضع وكتب الوزير الفلاني وكتب، لا يملك إحصائيات دقيقة. هو قال 140، معلش أجيك لل 140 الآن. 140 طبيب، هو يتحدث عن 140 طبيب مخالف من 180 استشاري، مملكة مترامية الأطراف، مملكة فيها عدد كبير من الاستشاريين في جميع المناطق. نقول أنه في ذلك الوقت كان لدينا 180 استشاري. أسألك بالله من يصدق هذا الرقم، وأن من 180 140 يعملون في القطاع الخاص بطريقة مخالفة؟ سؤال جهة واحدة ترى، معلش هذه جهة واحدة، جهة واحدة بنيت عليها 80% من جميع أطباء المملكة. طيب، وجبت وزير الدفاع كيف كتب؟ طيب معلش، أيضا أنت تستشهد بأمثلة ولا تستشهد بإحصائيات دقيقة. ممتاز، أنا هذه بس بعلقها خلينا نكمل الكلام. برد على النقطة، لا عشان ما تروح النقطة ثانية. نقفل النقطة هذه. تفضل تفضل تفضل. كيف لك أن تحصل على إحصائيات لمخالفين أو فاسدين؟ نعم، يا أخي اسمح لي، الجهة المختصة أو فاسدين. هيئة مكافحة الفساد أسست عام 1432. نعم، 1432. نعم، ولا وعملت، وكان في غرق فقر الرياض وغرق جدة ومكافحة الفساد، ما طلعنا بنتائج. نعم، لما جاء الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه وكون لجنة مكافحة الفساد عام كم؟ 2017. في 3 شهور طلع لنا أرقام أنتم عارفينها. طيب، وصفات وناس كلهم بعدين. لا، إجابة على سؤال، إجابة على سؤال حتى ما نخرج على الموضوع. تفضل. لا أنا أقول إجابة على سؤال. إذا حوسب الأطباء زي ما حوسب اللي قبل على دخلهم كيف يحصل عليه وأين يذهب وحوسب متى من يدخل، أين أتيت بالثمانين في المئة؟ بس جاوبني، من أين أتيت؟ يلا، ثمانين في المئة من أين أتيت فيها؟ من المية واربعين، من أصل 180 في جهة، في جهة واحدة. لاحظ، هذه جهة واحدة، مستشفى واحد. طيب، وغيرها؟ إيه، في مستشفى واحد. من خطابات وزارة الدفاع على أعلى مستوى، أنا ما أقدر، أعلى مستوى في وزارة الدفاع يخاطب وزير الصحة يقول يا جماعة كثرة من الأطباء يعملون. ممتاز. إذا جاء برضه في جهات رئيس الحرس الوطني. نعم، السابق، ويكتب خطاب الوزير الصحة عبد الله. نعم، الربيع ومنشور. نعم، أنه يا جماعة أوقفوا هالذي في كثرة من، هل لديك إحصائيات؟ معلش يا أستاذ محمد، ما تقدر معلش. لا، ممتاز. إيه؟ لأنها خفية. إذا ما تقدر، إذا لا تصرح بما لا تعلم بدقة. أنت صرحت بنسبة، معلش، النسبة مخيفة، النسبة مخيفة. عندما نقول 80% من الأطباء السعوديين يخرجون أثناء الدوام الرسمي، معلش دقيقة. طيب، أسألك بالله كيف تدار المستشفيات من تلقاء نفسها؟ نعم، معلش أنت جاوبت يعني معلش السؤال، معلش جوابك يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى تعليق. طيب لحظة دكتور محمد، خلي اسمع الدكتور. لا يوجد من يديرها. إذن من يطبب المرضى؟ من يعالج المرضى؟ العمليات، ذكر نقطة العمليات. إن كان الأستاذ محمد، لحظة اسمعني دكتور، لأنه مرتبطة، لأنه مرتبطة، لأنه مرتبطة، معلش، لأنه مرتبطة. العمليات الطبية، معلش، أو حنجاوب على الأخطاء. أي العمليات، عندما نتحدث عن العمليات، إن كان عمل في المستشفى حقيقة، وأنا أستغرب من رجل عمل في المستشفى يقول مثل هذا الكلام. إذا كان عمل في المستشفى، غرف العمليات لا تفتح إلا من خلال حصول الطبيب على ما يسمى البريفليج، الأهلية أو الصلاحية لإجراء العملية، رقم واحد. رقم اثنين، ما يعطى هذه الصلاحية إلا من قبل لجنة تسمى الكريدينشيال كوميتي. المسألة ليست عصابة، المسألة مسألة منظمة، مسألة منظمة فيها الاستشاري وفيها الأخصائي وفيها الطبيب المقيم وفيها الطبيب الامتياز. لا يمكن أن طبيب مقيم يفتح غرفة العمليات من تلقاء نفسه، حتى لو رغب الاستشاري ترفض إدارة العمليات هذا الأمر. هذا واحد. عندما نتحدث هذا عن الوضع المثالي، معلش، الوضع المثالي، معلش، معلش، لا، هذا الوضع الواقع. طيب دكتور، خلي اسمع الأستاذ محمد، خلي اسمع وارجع لنقطتك بس. تفضل، بعد إذنك. تفضل. أولا، هذا الدكتور تحدث عن الوضع المثالي. نعم، الواقع وليس المثالي. الواقع، شوف، الواقع عندنا أيضا برضو لجان المورتاليتي والوفيات، والمفروض تسجل إحصائيات عن اللي توفوا. هل تسجل؟ لا تسجل.
غير موجوده. طيب مين اللي يدير المستشفيات؟ هو يدير المستشفى. يدير المستشفى هي مدير المستشفى، لكن اللي الاطباء قصدي طبيا لا يوجد الا اقول. طيب مين يديرها؟ مين يدير العيادات والعمليات ويقوم باجراء العمليات الجراحيه؟ من يقوم؟ القله اللي قلت لك في الحلقه اللي فاتت الكاظم على دينك الكاظم على الجمر، في قله يعملون يأتي على الناس زمان القابض في اللي هم 20% تقصد. نعم هذول الموجودين 20% وفقا لإحصاءاته هو أنا ولا أعتبر إحصائيات، وفقا لمشاهداته وآراءه المحدودة المحدودة جدا مقابل دائما الأخ محمد يستشهد. كم نسبة يا دكتور أنت؟ لا توجد لدي نسبة. ليش؟ لا دقائق لا توجد. أنت طبيب ليش ما تعرف اللي والله يشتغلوه. كوني أقول لا توجد لدي نسبة، وأن من خلال عملي في القطاع الحكومي المدني والعسكري وأيضا في القطاع الخاص لم أرى هذه النسبة المخيفة، ولا زلت أقول ليست لدي إحصائيات ولكن أنا أملك المشاهدة كما يملك هو المشاهدة. لكن عندما يقرر 80% يعملون في القطاع الخاص اثناء وقت الدوام اكثر من 80% اكثر. ممتاز. ممتاز. انت برضو تقول اكثر من 80%. كم الخطا الطبي للاسف ربط؟ لا لا لحظه دكتور اذا تسمح لي لحظه الحين النسبه زادت ما عادها 80 هو يقول اكثر من 80% غالبيه الاطباء لا بس هو يقول لك الدكتور يقول انه انت كيف تعلن هذا الامر وما عندك النسبه؟ ابغى المحرج. قرات مقال الدكتور جمال جار الله. وشو هذا؟ وين منشور؟ استاذ جامعي منشور في صحيفه حمى العمل في القطاع الصحي الخاص. طيب هل قراته يا دكتور؟ بنى نسبه مخيفه. لا ما عليك النسبه على مقال. نرفع الخطاب بس. أنا ما قلت النسبة على المقال، أقول لك تحدث وهو طبيب، مو بمحمد الأحياد ولا هو طبيب، تحدث عن المآسي اللي تحدث من العمل في القطاع الخاص، ومن ضمنها ليست ممارسات أنا ما ذكرتها اللي هو التحويل على مستشفيات خاصة، التحويل على أجهزة طبية وما إلى ذلك. المؤيدين له حسب قوله هو الرجل رجل يعني ملتزم وعرض، أنت تعرف الدكتور جمال جرر اللي ما تعرف أستاذ الجامعي. الرجل يقول المؤيدين له هم من يعملون في القطاع الخاص، يقول والله فعلا احنا نشوف مآسي اللي طيب. اللي كويسين اللي يعملون غير غير اللي يعني اللي يعملون بطريقه هم كلهم غير نظاميين، لكن في الجامعه لا نظاميين، لكن اللي يعملون مثاليه. عموما لا تستطيع احصاء اي فساد مخفي. وكيف اذا لم تستطع احصاء من الظاهر كيف؟ معلش طيب هذا سؤال منطقي استاذ محمد. اذا لم تستطع كيف تعطي نسبه؟ انا اقول لك تعطي نسبه من واقع شكوى الجهات اللي ذكرتك لها ذكرتها لك. اذا كان يقول وزير الدفاع يقول كثره من الاطباء يعملون وفي الحرس الوطني كاتب 140 من اصل 180 طبيب. وهذا قلتها جاوبت عليها كم مره ذي. انا اعرف ايضا كان ترى من احد المستشفيات اللي قلنا اسمه مفرع شقيقي كان حاط بروشور فيه الاطباء يستشهد بامثله. طيب اذا تسمحوا لي اذا تسمح لي استاذ محمد عشان اوازن الاسئله. انا نقلت جزء من اسئلتك للاستاذ محمد، ابى نقول سؤال لك الان. الحين محمد الحيدب كلنا نعرف انه يعمل في القطاع الصحي او كان يعمل وهو ينقل لك من واقع عمله، يقول لك يا دكتور سعود انا شفتهم بعيني يترك دوام الرسمي ويطلع وعدد غير قليل، كيف ترد عليه؟ وانا رايتهم بام عيني. أيوة. انا رايتهم بام عيني. فرق بين رايت وشاهدت شخص شخصين ثلاثة عشر وبين 80% من الأطباء. هذه جملة حقيقة. كم شاهدت؟ معلش والله ليس بالكثرة التي تتحدث عنها. لا كم يعني دكتور تقريبا كم تقريبيا بس علشان قلة في كثير من المستشفيات القلة 10% نقول. لا أستطيع أن أتحدث عن نسب لأن احنا ما نتحدث دكتور صل على النبي صل على النبي احنا ما نتحدث عن نسب. اسمع بس لحظة احنا ما نتكلم عن نسبة قاطعة. حتى في ذيك الحلقة أنا قلت للأستاذ اللي حيدر قلت له تقريبا فقل لنا تقريبا 5% 2% 10 20 كم تقريبا؟ اعتقد وهذه ليست احصائيات عشان انصافا لهم لانه يستاهلون. عندما نتحدث عن 20 الى 30 ان زادت 40 كحد معلش ان زادت ك 40 ولا اعتقد طبيب تحمل مسؤوليه مريض داخل المستشفى يقوم بهذا العمل انه يخرج اثناء الدوام ويقوم بترك المريض لما سماه بالطبيب المقيم. طيب دقيقة انا اقول تقريبا تقريبا ولا تقريبا 40 تقبل يا دكتور تقبل انت طبيب انه طبيب يخال 40% لا اقبل في فرق بين أني هي مخالفة محمد خلي اسمع الدكتور. نحن لم نختلف هل هي مخالفة، كلنا متفقين أنها مخالفة. طيب. أنا ضد عدم المصداقية
في إعطاء معلومات وفي إعطاء نسب لا تمت للواقع بالصلة. معلش واحد اثنين، ربط جميع الإشكاليات والأمثلة والمشاهد التي في بال الأستاذ محمد ربطها جميعا بخروج الطبيب أثناء وقت الدوام الرسمي. ثلاثة، قال كلمات حقيقة أو جمل هذه أنا أعتبرها مخيفة، عندما نقول تترك غرف العمليات للأطباء المقيمين ولغير، لا يمكن هذا الأمر بأي حال من الأحوال. ولهذا أسأله سؤال سبحان الله وتعجب، هل طيب باقي معنا دقيقتين، هل عملت فعلا في المستشفيات يا أخي؟ والله ضرر عمل الأطباء، ضرر عمل الأطباء، صح هم المخالفين وأنا أعترف، لكن ضررهم أكبر بكثير من الطريقة التي يستخدمها الأستاذ محمد في الشحن وفي إثارة الرأي العام في أمور نحن الآن نسعى لمد جسور الثقة بين المريض والطبيب. مثل هذا الأمر يفقد الثقة بين الطبيب والمريض. عفوا، بعض الأطباء في القطاع الخاص، في القطاع الخاص يعمل بشكل كامل، والله يوجه الطبيب إلى القطاع الحكومي لمن يعلم أن الطبيب ليس لديه المقدرة. الحقيقة الأستاذ محمد قلمه يعني هو يكتب دائما، اختم بهذه النقطة دكتور بس نعم. لأن الوقت يسرقني ومن حق الأستاذ محمد نعطي مساحته. الأستاذ محمد دائما ويأكد أنه قلمي لن عاهدني ألا ينحني، أنا ما أقول أنه انحنى قلم الأستاذ محمد في الجانب الصحي وفي جانب الأطباء، هلك وقد لا يجد مقبرة تحتضنه حقيقة. أقول هذا نعم. تعليقك قلمك نعم. هلك وقد لا يجد مقبرة ولم ينحني. والله عاد إذا شف عموما هات لي فاسد يرضى أنك تتكلم عن الفساد، حتى الفاسدين اللي كشفتهم لجنة مكافحة الفساد إيه؟ تعنتوا، لكن في الأخير خلنا في الأطباء نفس الشيء هو فساد طبي ذا أنا أعتبره فساد ولا فينا الوقت اللي معنا قليل خلنا في موضوعنا. تفضل. موضوعنا يا طويل العمر أنه كل الشواهد الآن الدكتور مركز بس على النسبة حق 80%، أنا أقول لك الراتب أدخل الراتب أكثر من 80% النسبة، واللي حاصل الآن يعني في الجهات المستشفيات من الأخطاء الطبية من شكوى المرضى. يا أخي متى جت مريض يضرب طبيب؟ من متى جت شكوى العامة من أخطاء الأطباء ومن الأطباء السعوديين تحديدا؟ بعض الصحفيين لهم الدور في هذا الأمر لأنهم أفسدوا العلاقة بين الطبيب والمريض. لا أنا ترى ما قاطعت طيب الصحفيين اللي تشير إليهم امتدحوا محمد السبيل طبيب، محمد قطان طبيب، مؤيد الزيبق، محمد الفقيه، عبد الله الربيعة، صالح العزام، جمال الجار الله، أحمد الفريان، محمد الوهيبي، نوف الجريان في مقالات. وش اللي خليني أمدح هؤلاء؟ لأنهم ناس هم اللي يقول لك قابض على دينك القابض. طيب بنصف دقيقة ايش تختم فيه؟ الأختم فيه أنه الحكم بيني وبين الدكتور أن تتجه الدولة إلى التحقيق في أمر فساد الأطباء. ولمعلوميتك هذه جديدة، أنه المجلس الصحي السعودي عمل دراسة مع البنك الدولي عن هالنقطة هذه وإلى الآن لم تقبل للأسف من وزارة الصحة. طيب اسمعوني اسمعني استاذ، وهي تؤكد على أن الطبيب السعودي يستلم راتب أكثر من الغيرة في أمريكا بوجود الضرائب وأنه مع ذلك لم يكتفي ويعمل، وحاولت تنظمهم وكان في مقترح أنه تعالوا يا أطباء سعوديين اللي تبغون تشتغلون في القطاع الخاص خلاص تشتغل في القطاع الخاص بس تاخذ من القطاع الحكومي نسبة بسيطة على حسب ما تشتغل بالساعات. قالوا لا. طيب انا والله دكتور انتهى مع الوقت. بس بنعم او لا عشان نختم هذه الحلقه. الان اكبر نقطه مختلف عليها النسبه، هل تتفقون اننا بحاجه الى جهه رسميه وزاره الصحه او غيرها تحقق في الامر وتخرج بنسبه لعدد الاطباء الذين يعملون يجب حصرهم؟ نعم او لا. شكرا لك دكتور سعود على حضورك. جهه رقابيه مو وزاره الصحه، وزاره الصحه كلها اطباء، ما في الا توفيق الربيعة ومجامل. اقول لك احنا نثق في الوزاره. لا نثق فيه ونثق، بس ولو هو بنفسه ماخذ الأمور بالهداوة. يعني أنا أتكلم عن جهة رقابية، لما كافحنا الفساد ما كافحناها من جهات نفسها. بس أنت متفق مع أنه نبحث ونطلع نسبة أكيدة الدولة نعم عنها، وأنت ودي بشهادتك ولا تكتموا الشهادة. وش قالوا لك الأطباء اللي قابلتهم في المناسبة؟ لا الأطباء قالوا كلام قريب من كلام، قالوا أنه يوجد. طبعا أنا قابلت دكتورين فقط قالوا 50%. طيب بس دكتورين في قطاع معين. لا دكتورين في قطاع معين. أستاذ محمد ما أقدر أحكم على كل أطباء المملكة. ممتاز. ما أقدر. دكتورين في قطاع معين. بس لحظة لا آخر شيء، إذا شكلت هذه اللجنة نعم
وخرجت النسبة أقل من 80%، ستعتذر للأطباء؟ طيب انتهينا. لحظة دكتور، دكتور، إذا خرجت النسبة، إذا خرجت النسبة 80% ووافقت، ستعتذر عن كلامك؟ أنا أقول إذا كانت النسبة أقل من 80 فأنا حقيقة أطالب المجلس الصحي السعودي ووزارة الصحة أن تستدعي الأستاذ محمد وتطالبه بإثبات هذا الرقم أو مقاضاته في شهادة. تخويف كذا، نعم كذا. هذا ما أقوله. ليس تخويف. طيب يعني صلوا على النبي. معلش. التسكر لا تشوه سمعة الطبيب السعودي. هو مشوه نفسه. الطبيب مشوه نفسه. لا لا أستاذ محمد، أستاذ احنا الحين نتفق على أنه تكون هنالك جهة تعمل نسبة للأطباء الذين يعملون، لأننا اتفقنا جميعا الآن على أن فكرة العمل في غير القطاع الحكومي للطبيب مخالفة. نعم. اختلافنا كله على النسبة. في نقطة أنت سبحان الله معلش في أمر والله انتهى الوقت، يعني احنا ماخذين زيادة على الوقت، لكن ستمتد حلقة أخرى لبقية. أنا جاهز. شكرا لحضورك معنا دكتور سعود. شكرا أستاذ محمد لحضورك معنا. أبغى أعتذر كثير جدا من الدكتور فارس الحربي، حقك علينا يعني ضاق الوقت على مداخلاتك الهاتفية، ولكن الدكتور سعود مثل يعني كلام الأطباء يعني كما يريد أن يقوله. يتفق ضيوفي هنا في الاستديو ان فكره انه الطبيب يعمل خارج الدوام الرسمي هذه مخالفه، يتفقون عليها، ولكنهم يختلفون على النسبه. يرى الاستاذ محمد الحيدي بانه 80% فاعلى يخالفون، ويرى الدكتور سعود الجهني بان النسبه اقل، ربما تصل في بعض الامور الى 40%، هكذا يقول. ونتفق جميعا على ان نريد جهه تحقق في هذا الامر وتمنع أي عمل غير نظامي وتظهر لنا النسبة، فإن ظهرت أقل من 80% فمحمد الحيدب مطالب باعتذار كبير جدا لكل الأطباء. أشكر مشاهدينا وأشكر رقي ضيوفي في هذه الحلقة، وأتمنى أن نكون قدمنا ما يليق بكم، فمان الله.